رح نتابع محطاتنا ومثل كل نهار تنين ريوة بتاخد اتصالات المشاهدين مباشرة على الهواء وأيضا إجابة على الأسئلة من قبل على الواتساب وعلى صحة السلامة. ريوة صباح الخير. صباح الخير غيدا، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا، ان شاء الله اسبوع حلو للجميع. ان شاء الله يا رب، خي هيك مع الابيض اليوم كمان هيك نفتح الاسبوع بشكل متفائل. صح. مثل دايما طبعا اكيد. اليوم رح نبدا باسئله المشاهدين اللي وصلت من قبل على الواتساب بانتظار اتصالاتهم. اكيد. سيدي عم تسال سؤال فعلا هيك يعني لفتني لانه موضوع مهم جدا. صح. عم تقول ابني عمره 30 سنة وكسره دايما على طول بيحاول يكون لحاله وما بيحب حدا وصار ياخد مخدرات. كيف فيكن تساعدونا؟ موضوع كتير مهم ويعني عن جد شكرا انه بعتي تسألي لانه كل ما كان التدخل اسرع كل ما قدرنا نساعده. صح. بوقت ابكر يعني ونقدر نطلعه من هالمشكلة. هلا ما بعرف قديه صار له بلش يعني يتعاطى المخدرات، لكن بدنا نقول انه بهالحالة بدنا نطلع على الشخص اللي عم بيتعاطى المخدرات انه هيدا مرض. هو شخص مريض وبحاجة للمساعدة. صحيح. من هيك كتير مهم انه انا بنصحك في جمعيات كتير بتساعد بالعلاج والريهابيليتيشن، فيك تحكي كمان مع اطباء وهن بحولوكي، لكن مهم تطلبي مساعدة مختصة. صحيح. لانه اذا قلتي انه بقعد بحكي معه بقول له لا يمكن ما لازم تتناول هالمواد هيدي لازم تتوقف، حتى لو هو بده لكن هو بحاجة لمساعدة، لانه هون صار في مشكلة اكبر منه وبالتالي هي مشكلة الإدمان وبالتالي هو بحاجة لمساعدة متخصصة. من هيك أنا بليز بدعيكي أنه في جمعيات كتير بتتعاطى بهالموضوع، فيك تحكي مع وزارة الصحة في برنامج متخصص لهالموضوع كمان على 12-14 ممكن يقدروا يوجهوك على أي مراكز تروحي وتلجأ إلى المساعدة. المهم أنك تكوني حكيتي معه واتفقتي معه على أنه هو بده يتعالج، وبالعكس بدكم تحسسوه بالعيلة بالدعم والمحبة وتحوطوه تحسسوه بالإحاطة أنه أنتوا واقفين حده وبدكم تساعدوه يتعالج. صحيح. ما قاعدين عم تحكموا عليه و يعني تأنبوه يمكن أو يمكن تهاجموه أو تحكوا بطريقة سلبية، بالعكس بكل محبة بكل عاطفة بكل تفاهم، وأنتوا كلكم حده وإن شاء الله بيقدر يطلع من هالأزمة ويقدر يتعالج إن شاء الله. أكيد، خاصة وأنه أوقات كتير بيكون الشخص يمكن اللي عم بيتعاطى مخدرات عم ينكر هذا الشيء أو يرفض يعترف بهالموضوع، أو حتى أوقات لما بتكون القصة مأكدة كمان بيكون رافض أنه يروح ويبدأ علاج. صح. كمان هيدي هون الصعوبة متعددة. صح. صحيح. ممكن خايف، ممكن حاسس أنه هو رح يكون في رفض من قبل أهله وعائلته ومجتمعه، خايف من الوصمة أنه يعني يتعنون أو ينحط بخانة معينة من المهاجمة، أو يمكن في كتير شباب أول ما ببلشوا بيتعاطوا مواد معينة بيقولوا لا أنا ما دخلت بمرحلة الإدمان أنا هلأ لأنه عبالي أعمل هالشي، بس وقت اللي بدي بوقف بالوقت اللي بيوصلوا أنه لا بيدخلوا بمرحلة الإدمان وبيكونوا فعلا بحاجة لمساعدة متخصصة. أكيد، ومثل ما قلتي كمان على رقم وزارة الصحة 12-14 الخط الساخن بيقدروا يساعدوك وحولوك على أي مراكز تهتم بهالموضوع. أكيد. سؤال تاني عن سيدة حامل عم تسأل إذا هي حامل فيها تكفي ليزر لوجه. سؤال كتير مهم. هلأ بالنسبة للأبحاث والدراسات بعد في مثل إذا بدك جدل بهالموضوع. البعض بيقولوا أنه طالما شروط السلامة وحماية الشخص اللي عم بيعمل أو السيدة اللي عم تعمل ليزر لوجه مأخوذة بعين الاعتبار وعم بيلتزم فيها ما في خطورة، لكن في بعض الدراسات بتقول أنه ممكن تأثر ويكون عندها مضاعفات جانبية، وخصوصا الكريم أو المادة اللي تستعمل لتخدير الجلد، لأنه لحتى نخفف الألم هالمادة هاي بيمتص الجلد ممكن توصل للجنين، وهي بالنهاية مادة يعني دواء ومادة كيميائية. فمن هيك أنا بقول لك الأفضل ودايما يعني إذا بدك نروح على السيف سايد يعني على الجانب الأأمن،
خلال فترة الحمل منا مضطرين نخاطر ولو بصفر فاصل واحد بالمية أكيد، ولا حتى صفر فاصل صفر بالمية مظبوط لحتى نقوم بأي شيء. فأنا برأيي كل أي علاجات عم بتقومي فيها سواء ليزر أو غيرها أو أمور فيها كريمات ومواد كيميائية للجلد تتوقف بفترة الحمل حتى بفترة الرضاعة، لأنه ممكن إذا كان في أدوية معينة أو كريمات عم تنحط تدخل يمتص الجلد وتدخل وتوصل لحليب الأم وبالتالي بتوصل للطفل. نعم. من هيك فترة الحمل وفترة الرضاعة نوقف كل هالأمور ونرجع بعدين نتابع فيها. إذا بدك تكوني يعني عم تاخدي إذا أأمن طريق صحيح. إذا فينا نقول، ولكن إذا أنت كتير مضطرة أنا بنصحك تستشيري طبيبك اللي عم بيتابعك تاخدي رأيه بالموضوع لحتى تكوني على بينة من أمرك، وخصوصا هو بيعرف الوضع بيعرف الحالة بيقدر يساعدك أكثر لان عم بيشوفك وعم بيحكي معك. لكن انا شخصيا بقول لك افضل تاجلي كل شيء لبعد الولاده بيكون احسن لك وللجنين، لانه كمان التغيرات الهرمونيه عند المراه خلال فتره الحمل بنخاف من يدبغ الجلد اكثر، بتكون رده الفعل غير متوقعه، يعني الجلد اللي يمكن ما كان يتحسس على نوعيه علاج معين حتى لو كان ليزر يمكن فتره الحمل مع هالتغيرات يعمل رياكشن يعمل رده فعل. صحيح. فانت بغنى عن هالمفاجات اللي ممكن تصير خلال فتره الحمل وانت ما عارفة شو ممكن يصير، فالأفضل نأجلها لبعد الولادة. سؤال كمان عن شخص حابب يتبرع بالدم، هل ممكن واحد يقدر يتبرع بالدم إذا كان معدل السكر عنده أعلى من المعدل الطبيعي بس ما عم ياخد دواء؟ عم بيقول مثلا إذا كان 140 أو 150 محطوط، عم برجع أقرأ أتأكد ما عم بياخد دواء. أوكي هون أول شيء بس ما عم بياخد مظبوط، عم برجع بتأكد. لا حاطط عم ياخد دواء بس ما في قبل هون بس ما بس ما عم ياخد دواء. فأنا عم برجع قريتيها بالأول عم برجع أتأكد. صحيح. لأنه أول شيء بدنا نوقف عن نقطة ليه ما عم نشوف حدا. لما بنقول معدل السكر 140 أو 150 فإذا في سكري لأنه هو من 126 وطلوع أو أكتر، فإذا نحن دخلنا بمرحلة السكري. بهالمرحلة هايدي لازم نشوف طبيب مختص بالغدد الصماء ومختص بعلاج أمراض السكري لحتى يتم ضبط معدل السكر بالدم. فإذا هاي أول شيء قبل ما نفكر نتبرع بالدم بدنا نضبط معدل السكر بالدم. فبليز نصيحتي أنه نشوف طبيب أندوكرينولوجي مختص بغدد الصماء وعلاج السكري أول شيء نبلش من هوني. تاني شغلة ممكن الشخص اللي عنده سكري يتبرع بالدم ولكن بعد التنسيق مع طبيبه، بمعنى إذا ما كان عنده اشتراكات ومضاعفات نتيجة السكري أو ما عنده مشاكل صحية أخرى، يعني مشاكل قلب، ضغط، مشاكل بالشرايين، الأفضل أنه ينسق مع طبيبه ويحكي معه قبل. لكن نعم. إذا شخص عنده سكري والسكر مضبوط ومعالج مثل ما لازم يعني بالضمن المعدل وما عنده أي مضاعفات أو اشتراكات تانية مسموح أنه يتبرع بالدم. لكن لما بيكون عندنا مشاكل مزمنة، مشاكل قلب، شرايين، مشاكل بالكلى، مشاكل بالأوعية الدموية، هيدي هون لا لازم، لأنه منخاف على الشخص المتبرع أنه سحب الدم كمية معينة من الدم متأثر عليه، فهون بدنا ننسق مع طبيبنا. بس أول شغلة الإمرجنسي أو الضرورة أنه نشوف طبيب لأنه معدل السكر عالي فما بيسوى نتركه. رح ناخذ اتصال من ساره. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير ساره، تفضلي عم تسمعك روى. الو صباح الخير. اهلا ساره، كيفك؟ الو ساره، بس يا ريت تسمعينا من أفراي التليفون مش من التلفزيون. اوكي أي. لو سمحتي هلا في من برا عم يسمعوا الدكتوره روى. اجاني اتصال هلا باخت جوزي عندها دمها عالي 48. دمها 48 وعندها نقص حديد. اوكي. في الحكمة هونيك ببلاد برا منعوها تاخد حديد، وفي حكمة تانية قالوا لها لا لازم تاخدي تخزين الحديد، شو بتعمل؟ طيب بس شو قصدك دمها عالي؟ شو يعني؟ دمها 48 يعني الهيموجلوبين الهيموجلوبين هيماتوكريت شو؟ نعم. طيب هلا هي سمعتك هلا. أوكي. هي عم يحضروك. ايه وين هي؟ بأي بلد؟ المانيا. المانيا؟ نعم. سلميلي عليها كثير. وسمعتك الله يسلمك. اوكي اوكي. طيب هلا يعني ما بعرف هيك دغري بصوره هيك هلا دغري اعطيكي جواب، لانه هون الطبيب هو بيقرر. ما بده يكون في كميه اكثر من ما لازم من الحديد، بس في ما بعرف
يعني يا ريت فيكي اذا بعدك عم تسمعيني اذا فيكي تبعتي لي على الواتساب ورح يبين الرقم اللي ممكن تبعته عليه على الواتساب اذا بتصوري لي نتائج الفحوصات وبتبعتيها افضل انه نشوفها لحتى افهم مزبوط شو اللي عم تقوليه ونقدر على اساسها اعطيكي النصيحه وشو تحكي مع طبيبك وكيف تتابعي معه هيك ما بقدر اعطيكي جواب لانه انا شوي ضعت بالمعلومات ففضل بليز ساره اذا عم بيسمعونا تقولي لهم في رقم الواتساب ممكن يبعثوا عليه يصوروا النتيجه وتبعت لي اياها وانا تنين الجاي بحكي عن هالموضوع اوكي لانه عم بتقول انه في حيره لانه يعني في حدا عم بيقول لها تاخذ حديد وفي حدا عم بيقول لها ما تاخذ مزبوط وفي نقص حديد وبذات الوقت يعني في شوي بدنا نفهم نشوف أكيد. النتائج وعلى اساسها لاقدر شوي اعطيكي جايدنس او توجيه شو الافضل انه ينعمل اكيد وانت رح تجاوبي عليها الاسبوع المقبل اكيد نعم. تحياتنا لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يتابعونا بالمانيا وبكل بكل انحاء العالم بدي لهم مبروك ربحوا يلا رح نتابع محطاتنا ريوة شكرا لك بنرجع بنشوفك ان شاء الله بعالم الصباح لحظات ومنكفي خليكن معنا